وتشعر بأنها مباراة إن نجح فيها السد أن يفوز سيحقق لك بالدوري. يعني لا يوجد في قاموس الزعيم ما يسمى بأنها مباراة من أجل الاستعراض، مباراة ما راح أشارك فيها بالأسماء وبالعناصر الأساسية اللي تعود من خلالها أن يبدأ في هذا الموسم. ذلك ليس في قاموس السد على الإطلاق، وليس فكر السيد جوزفالدو فيريرا. كرة للأمام، علي أسد يسدد، والهدف الخامس، الهدف رقم 99. الكرنفال ما زال مستمرا، الاستعراض ما زال، المتعة ما زالت مستمرة. هذه هي الكرة، وهذا هو علي أسد يسجل في هذه اللحظات الهدف بهذه الطريقة. استسلم أم صلال.